الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الوقفة الثالثة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الوقفة هي أن كل إنسان إنما يحاسبه الله تعالى بحسب نيته. فالأعمال التي يقوم بها المسلم إنما يحاسب عليها انطلاقا من نيته، فإن كانت النية حسنة كان الجزاء خيرا، وإن كانت النية سيئة كان الجزاء سيئا والعياذ بالله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل هذه الأعمال كانت خيرا أو شرا إنما هي باعتبار النية. فقد يتظاهر الإنسان بعمل خير ونيته سيئة، أليس كذلك؟ نعم. إذن فالمسلم عليه أن ينتبه لنياته وأن يستحضر الإخلاص، فالله سبحانه وتعالى يحاسبه بالأعمال القلبية، بالنيات التي ترد على القلب. هذه هي الوقفة الثالثة، نقف عند هذا الحد، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في مقطع آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.